حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا في بيت العائلة. نفس ما تعودنا طبعا أقامت جمعية النهضة النسائية في مركز حور للفتيات ضمن مبادرة فريق مبادرات للأمهات بإقامة محاضرة تحت عنوان تعديل سلوك الأبناء. وطبعا التفاصيل أكثر بهذا الموضوع ويانا الأستاذة هدى الماجد اختصاصي ومعالج سلوكي جدلي عضو لجنة الإرشاد الأسري والاجتماعي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من الكويت. حياك الله ويانا ويا مرحبا بك في بيت العائلة وفي الإمارات. يا شاء الله سعيدة بتواجدي معاكم ورحب فيكم وبكل المستمعين. يعطيك ألف عافية. يا هلا ويا مرحبا. طبعا أستاذة هدى في البداية حابين أنك تعطينا نبذة عن فريق مبادرات الأمهات. طبعا نبذة عن هذا الفريق. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله مهتدى قلب وانشرح بشرف للأمانة بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في دبي وفريق مبادرات بالتحديد مركز مبادرات اللي مختص في تقديم توعية وتوجيه للأسر والمجتمع الإماراتي بشكل خاص والخليجي والعربي إن شاء الله والعالمي حتى ومركز حور الفتيات للأمانة في الأربع الأسابيع الفائتة تشرفت بتقديم وتعد كذلك تقديم عدة دورات في مجال الإرشاد الأسري والاجتماعي والتربوي لمجموعة من الأمهات وهذه بادرة جدا طيبة منهم وحملة توعوية أشوفها أنا عظيمة محتاجينها إحنا بهذه الفترة للمربيات للأمهات للجيل القادم فالأمانة دور جدا توعوي أتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لمثل هذه المبادرات أكثر إن شاء الله. الله. آمين يا رب. لو بنتكلم شوي عن أهم المحاور اللي بتطرح في هذه المحاضرة. أمس للأمانة خلصنا آخر دورة إحنا قدمنا ثلاث دورات. الدورة الأولى كانت في فن الهدوء في التربية وكذلك عندنا التربية الذكية سبقت هذه الدورة وأمس ختمناها في دورة تعديل السلوك للأبناء. تكلمنا في محاور عديدة جدا للأمانة ومهمة وحساسة بالنسبة حق الوالدين وبالنسبة حق المربين. تطرقنا مثلا يوم أمس إلى أهم الفنيات والتكنيكات العلاجية اللي ممكن يستخدمها الوالدين في تعديل سلوكيات الأبناء المختلفة. تكلمنا عن فنون الهدوء وكيف أن تصير عملية التربية مو جهد ولا ضغط إضافي وإنما تكون عملية ممتعة في التربية الوالدية نأخذها في مهمة في هذه الحياة ولكنها مهمة ممتعة مو فقط أنها هي أمانة ومسؤولية. فالمحاور جدا متعددة للأمانة. أكيد طبعا الموضوع أكيد متشعب جدا ويعني أيضا كذلك مفيد للمجتمع والأسرة. ففي بداية طبعا أيضا في نقطة وايد مهمة لفتت انتباهي أن كيف ممكن أن يكون سلوك الأبناء مشكلة حقيقية يعني نحس بها وتحتاج أن يعني نستشير طبيب فيها. سلوك الأبناء يعني مشكلة الاستجابات سؤال جدا يعني مهم وحساس واشكرك عليه أخوي. مشكلة السلوكيات والاستجابات اللي تصدر من الأبناء يعني المفروض أن الوالدين يأخذونها على محمل الجد. حلوة الملاحظة والمتابعة ومراقبة الأبناء والتعايش معهم في أنشطتهم اليومية ولكن دائما أنا أكرر هذه الكلمة بعض السلوكيات التي لا تشكل أخطار جسيمة على الطفل وعلى المحيط من حوله يمكن للوالدين أن يتغافلون عنها لأن إحنا كاستشاريين وهذا يعرفون جميع الاختصاصيين عشان أنا أقيم هذا السلوك إنه هو سلوك غير سوي يحتاج عملية تدخل سريع أو تدخل مبكر أو تدخل علاجي بخطة علاجية لابد أن في ثبات لهذا السلوك لابد أن في تكرار لهذا السلوك لابد أن في استمرارية لهذا السلوك بمعنى في سلوكيات تصدر على الأبناء بسبب أمور طارئة ظروف متغيرة على الأسرة في المدرسة في العائلة الكبيرة ظروف صحية أو مرضية لا سمح الله يتعرض لها الطفل فبالتالي يتعرض هو لاختلال في الروتين اليومي أثر على طريقة نومه فينشأ عندنا اضطرابات مثلا في النوم أو طريقة سلوكياته في التعامل مع أخوته مثلا داخل البيت فيكون عدائي يكون انطوائي يكون عنده عزلة. المهم في الموضوع الآن إن احنا نلاحظ دوافع هذا السلوك
متى ما تكررت ومتى ما كانت مستمرة ومع أكثر من شخص في أكثر من بيئة، هني نقدر نقول إن هذا السلوك يحتاج إلى تدخل طبي أو علاجي أو نفسي. أستاذة هدى، شو أبرز هاي السلوكيات اللي مثلاً مرات يكون يجب على الوالدين أنهم يتجنبوها في تعديل سلوك الفرد؟ صحيح. والله خلينا نتكلم كأمهات، أغلب الاستشارات يعني حتى في الدورات اللي طرحناها في الأسابيع الفائتة دائماً عندنا نلاقي مشكلة العناد، ولدي عنيد، بنتي عنيدة، طفل المراهق أو الشاب المراهق إن صح التعبير عنيد، فمشكلة العناد هذه أشوف أنها هي يعني تعتبر مسألة أو سلوك يؤرق الوالدين، بينما إحنا يعني نحتاج إلى مفاتيح شوية في تغيير المصطلحات هذه، لأن الطفل العنيد للأمانة هو طفل ذكي يبي يثبت وجوده، يبي يستقل بنفسه، يبي يكون عنده رأي، فإذا إحنا غيرنا المسمى وحاولنا إن إحنا نستقبل هذا السلوك وهذا الطفل، راح نشوف إحنا استجابتنا لهذه السلوكيات طريقة جدا مغايرة، فبالتالي راح نشوفها هي مميزات وليست اختلافات غير مقبولة. فالعناد هذه عندنا مثلا سلوك، السلوك العدائي عندنا أيضا سلوك يأرق الوالدين أو يخليهم ينتبهون، اضطرابات معينة مثل ADHD والADD، تشتت الانتباه، فرط الحركة، هذه الأمور يمكن اللي فعلا تحتاج إلى تشخيص وتحتاج إلى تدخل، وتكون هي ليست مجرد سلوكيات عارضة وإنما تحتاج إلى متابعة ومعرفة دوافع وأسباب وتدخل فعلا علاجي وخطة علاجية مدروسة عشان نوصل نتائج أيضا مرجوة. نعم طبعا بعض الاباء ياخذون موضوع انه الراشدي، فاهم، يعطيه راشدي عصبيه شوي. نحن طبعا هذا اسلوب عالمي متبع قديما، يعني من كثر ما وينكم عنا من زمان انتم، فيجون طبعا للعنف شوي. فهل هذا السلوك صحيح؟ من يؤثر بشكل سلبي على الطفل او الابناء بشكل عام؟ والله الأمانة من ردت فعلنا إحنا كلنا أكيد إحنا ثلاثة وأكيد المستمعين معنا إن شاء الله مشتبطين إن هذا السلوك يعني أكيد غير متفق عليه تماما، وإن كان يطبق بطريقة عالمية مثل ما تفضلت. العنف يولد عنف، الأبناء يتعلمون بالنمذجة، الأبناء يتعلمون بالمشاهدة، فكل ما كنا إحنا عنيفين معاهم قاسين معاهم هم راح نغرس هذه الأشياء في ذاكرتهم باللاوعي، وقت الاستجابات والمواقف الحقيقية والأحداث الحقيقية بالحياة راح نلاقيهم إنهم يتعاملون بنفس الطريقة، وحتى لو كانوا هم من داخلهم مستائين من هذه الطريقة. هذه الطريقة غير مجدية، الحوار هو المجدي، مثل ما قلنا التربية بهدوء والتعامل مع الأبناء على أن كل مشكلة لها حل وكل مرحلة عمرية لها خصائص، فمهم أن الوالدين يتفهمون خصائص هذه المرحلة العمرية، طبيعتها، مخرجات هذه المرحلة، تأثير البيئة، تأثير الأصدقاء، تأثير السوشيال ميديا في عمر 7 سنوات يختلف عن تأثيرها في عمر 12 سنة و 18 سنة وهكذا. يعني على الوالدين إن دائما ما عندنا إحنا الآباء والأمهات فقط اللي نربي العيال، اليوم الإعلام يربي، السوشيال ميديا تربي، اليوتيوب يربي، السناب شات يربون، مو فقط اليد والخال والعم مثل قبل، الآن العالم مفتوح وبين يدين الطفل، يمكن تلاقي من القيم والمبادئ يستقبلها الطفل أو المراهق والشاب من الآخرين، وعنده أريحية في تقبل أفكار الآخرين أكبر من الأريحية اللي يأخذها من البيت، وهذه نقطة جدا حساسة يجب على كل أب وأم يلتفتوا لها. لازم احنا نكون بيئة جاذبة حق عيالنا، شخصياتنا لابد ان تكون شخصيات مرنة، يعني نركز على المرونة الفكرية وان انا اتقبل افكار الطفل والمراهق مهما كانت، لان مجرد القبول راح يعطيه حالة من الامان بحيث انه هو في المستقبل يبي يصارحني بكل مشكلاته وحتى مشكلات زملائه، وما يقع هو فريسة لقيم الاخرين وقشور اللي يتغذى عليها من الثقافات الأخرى. جميل هذا الحديث. طبعاً أستاذة هدى بمانة الحديث معك شيق، وطبعاً أتمنى أن تكوني ضيفة دائمة لبرنامج بيت العائلة، تثرينا بهذه المعلومات وأيضاً بهذه التوجيهات الجميلة وأسلوبك أيضاً الشيق والمحبب حقيقة لإيصال المعلومة، فيعطيك ألف ألف عافية.
شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، تشرفت بوجودي في بيت العائلة، والاسم وايد جميل ومحبب أيضا، حسسنا بالدفء كذي، ما شاء الله دوم إحنا عائلة واحدة. اللهم آمين. الله يعطيك العافية، حياك الله. يا هلا بك. الله يحفظكم. مع السلامة. مستمعينا متابعينا، كانت معنا الأستاذة هدى الماجد، اختصاصي ومعالج سلوكي جدلي وعضو لجنة الإرشاد الأسري والاجتماعي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالكويت. تحدثنا مع حول إقامة جمعية النهضة النسائية ومركز حور للفتيات ضمن مبادرات فريق مبادرات الأمهات، محاضرة تحت عنوان تعديل سلوك الأبناء.